السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عاجل قال عاجلة من الرئيس السعيد في احدى عمليات في الوزراء التونسي، حيث اعلن الرئيس السعيد عبر حسابه اليوم، حيث كتب استقالة عاجل اليوم، وهي استقالة احدى العمليين بالوزراء في تونس وسط صدمة. ولم يذكر الرئيس السعيد اسم المستقيل، ولكن كتب سبب استقالته وهو ظروف عائلية دعته الاستقالة من منصبه، وحيث ساق ملف الاستقالة في مكتب الرئيس السعيد. وتمت استقالته بعد اجتماع مع الرئيس السعيد في اجتماع مهم، حيث تمت استقالته بعد توقيعه على ملف الاستقالة وسط صدمة كبيرة من الشعب. بهذه الاستقالات الكثيرة التي تحدث في الشعب التونسي هذه الأيام، اللهم احفظ الشعب التونسي من لقاح وباء كورونا، اللهم يحميه يا رب الشعب التونسي وكل أبناء الشعب، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم احفظ تونس وأهلها وشعبها.